اهلا وسهلا. بهالفيديو بدنا نعلمكن صوت بالالماني فيه حرفين الف. شوفوا مثل في هالامثال: Pfahl, Pfand, Topf, Apfel. العربي ما في هالصوت، بس في تقريبا مثله، مثل حرف الاف بالفنجان والحرف البي مثل بالكلمة كتاب. بالألماني اللفظ شوي يفرق من العربي، وبالأغلبية بالعربي هالحرف يجي بالنهاية. وبشان تتعلمون لفظ هالصوت الف، جربوا وقولوا كتاب، وهلا علقوا حرف الاف بالنهاية وجربوا تقولوا كتاب، وهيك تقدروا تلفظوا هالصوت الجديد. وبعدها هالكلمات التاليين بيصيرون سهل عليكم: Topf, Napf, Hüpf. وهلا جربوا تلفظون هالصوت بالبداية الكلمة، شوفوا: Pfahl, Pfand, Pferd. على فكرة في كتير ألمان يلفظون هالصوت مثل الـ F. اسمعوا على هالأمثال: Pfahl, Pfand, Pferd. بس غير بالبداية ما في هاللفظ، وأكترية المرات الكلمة تتغير إذا ما تنلفظ صح، شوفوا: Pfahl, Pfahl, Pfand, Pfand. يلا خلونا نحن نلفظ صح ونتعلم هالكلمات كمان: Pfund, Kopf, Pfiff, Pfad, Lupf. ما في كتير صعوبة ولا؟ على فكرة الف كل مرة تنكتب بالأحرف P و F. اوكي، باي باي، وإلى مرة الجاي.